سيد بحري جلاسي انت لازمك تكون رئيس الحكومه في الفتره القادمه. لا انا مش نتاع رئيس حكومه. الجمله هذه لشكون تقولها؟ ياسي البحر. باش باش لشكون نقولها؟ تنقولك لشكون نقولها. تعرف احسن واحد نختاروه باش يكون رئيس حكومه وينجم ينقذ البلاد تقريبا والعباد هو مروان العباسي نتاع الحافظ البنك المركزي، لانه خدم في ليبيا 4 سنوات وخدم في عده اماكن وينجم يقود البلاد الى بر الامان ان شاء الله. باه سي البحري، قلنا نحكيوا على رئيس الحكومه. من بين الاخبار اللي قاعده تدور الايامات في الشارع التونسي انه حركه النهضه ممكن من بين الاسماء المطروحه مصطفى بن جعفر لرئاس الحكومه. لا يصلح للدنيا للدين فصل بن جعفر، لا يصلح للدنيا للدين. حطوا غاديك مجلس النواب خدموا به كما حبوا النهضه وخدمت بها المجموعه، ولهذا شي يعرف من الاقتصاد ولا الاقتصاد. خلينا من بن جعفر، هو ما جابش لا صفر صفر برا لوج، حتى مقعد ما جابوش. تو باش تقول لي باش يولي هو دبلوماسي ولا انسان؟ هذا برنامج اقتصادي، الدوله تطلع بالاقتصاد. شنو احنا ما عندناش شباب؟ ان احنا ما في تونس ما نمشوا كان فوق 80 ونبدو نحوسوا، فهمتي؟ لازم شباب نعملوا على الشباب شوي، نعملوا على الشباب، لا نعملوا لي كومبيتونس. اش دخل سياسي؟ اش دخل انت مع تجديد الثقه في يوسف الشاهد؟ اذا من هو شاهد؟ ما شافش حاجه ذاك سلاحتي، البلاد خربها ودخلها في متاهات. تشبيك يا ولد عمي؟ مروان العباسي اي انسان اقتصادي، انسان كذا وكل شيء، باهي، لانه كان في ليبيا تقريبا 4 سنوات، وثانيا كان مع البنك معناها مونديال، وكان انسان عندي انا عندي ثقه فيه. باهي وهو بعد من ناحيه